الحكم هو القاضي في الملعب، لينا عنده العدل وده واجب عليه، ولمنا الاحترام والتقدير وده واجب علينا. العادي ان الحكم بيغلط وهيغلط، المهم ان الغلط ما يكونش مؤثر، ما يكونش بسبب عدم تركيز. في وجود الفار لازم الاخطاء تقل، وبالذات دلوقتي علشان المنافسه كبيره على القمه والصراع محتدم في القاع. بس احنا كمان علينا دور علشان نشوف تحكيم عادل باخطاء قليله ومش مؤثره. ما نضغطش الحكم من قبل ما يلعب، ما نسيبش اداء الفريق السيء ونمسك في الحكم، ما نفبركش حاجات تضره وتخليه خايف. ما نجريش عليه ونعترض ونعمل ازمات، احنا عايزين مسابقه محترفه بجد، مسابقه يكون الكل فيها ملتزم، وفي نفس الوقت يبقى كل اللي فيها عارف وفاهم شغله كويس.